العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي السيد سركيس نزار، محلل أول في مجموعة إيكويتي. أستاذ نزار، بداية مرحبا بك. مستوى قياسي لجرائم العملات المشفرة تم تسجيلها خلال العام الماضي، وتسببت في خسائر بلغت 14 مليار دولار، رغم ذلك حققت مكاسب تجاوزت 50% على أساس سنوي. كيف نفهم هذه التناقضات وهذا الإقبال المتزايد رغم الجدل بشأنه؟ بالفعل هذه تدل على مخاطرة مرتفعة جدا للعملات المشفرة، فكما نعلم الارتفاعات الكبيرة جدا التي حصلت في أسعار العملات المشفرة خلال الأعوام الماضية دفعت العديد من المتداولين حتى غير المتداولين للتوجه ومحاولة تقليد، إن صح التعبير، الغير للاستثمار في العملات المشفرة، والتي تتسم بأن ليس لها أصل داعم. الأصل الداعم أقصد به هو الأصل الذي يقوم السعر السوقي، فالعملات المشفرة أسعارها السوقية تعتمد فقط على الطلب والعرض عليها دون تواجد أصل يقيم أو أصل حقيقي يقيم هذه العملات، وبالتالي المخاطرة المرتفعة جدا هي السمة التي تميز أسواق العملات المشفرة. وبالتالي نلاحظ هذه المفارقة ما بين الارتفاعات التي حصلت فعليا لكن مع الجرائم الإلكترونية الكبيرة التي حصلت والعديد من الناس الذين خسروا الكثير من الأموال منذ أن حققت أسواق العملات المشفرة مستوياتها القياسية خلال العام الماضي 2021 وبدأت بعدها بالانخفاض من جديد. نعم، بالحديث عن الانخفاض، خسائر بيتكوين يعني تواصلت منذ مطلع العام الجديد وتجاوزت خسائرها 20% خلال 10 أيام فقط. كيف يمكن أن نعتبر هذه العملات استثمار أو استثمار ناجح في ظل كل هذه التقلبات العنيفة؟ بالفعل شخصيا أرى بأن التداول واستخدام العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية جدا، فكما نرى الانخفاضات التي حصلت في البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة تأثر فيه العديد من المتداولين، خصوصا مع إيجاد التداولات التي تسمى بالتداول بالهامش. فإذا انخفضت البيتكوين على سبيل المثال ب20% خلال الفترة القصيرة الماضية، فهذه 20% سوف تكون مضاعفة باستخدام الهامش مما يزيد المخاطر. لكن في نفس الوقت نلاحظ بأن بعض المتداولين، بعض المستثمرين، بعض الأشخاص يودون المشاركة في هذا السوق الذي سمعوا عنه بأنه حقق عائدات مرتفعة جدا على السنوات الماضية، لكن لا يأخذون بعين الاعتبار هذه المخاطرة العالية في الأصل. نعم. والتي ترتفع أكثر أيضا مع وجود الهامش. نعم، مع هذا الإقبال ما هي القواعد التي تحكم هذا السوق، سوق العملات المشفرة؟ وبصفتك يعني كمحلل، كيف يمكن التنبؤ بأدائها، بمستقبلها في ظل كل هذا الجدل والتجاذب الدولي بشأنها؟ الآن بالنسبة لأسواق العملات المشفرة أصبحت أسواق مضاربة. ماذا نعني في مضاربة؟ المضاربة هي إن صح التعبير هي إغراءات لبعض الأشخاص، للمستثمرين، حتى بعض الجهات الكبيرة مثل صناديق المدعمة بالبيتكوين أيضا. هذه الإغراءات ذات مخاطرة عالية جدا. نعم. لكنها أيضا ذات عائد محتمل مرتفع، فبالتالي المتحكم في أسواق العملات المشفرة هو العرض والطلب فقط لا غير. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا البيتكوين، ف21 مليون وحدة من هذه البيتكوين ممكن تعدينها، وهذا هو الحد الأعلى. وبالتالي إذا زاد الطلب بشكل كبير مع وجود معروض محدود نسبيا، لم يتحقق حتى الآن لكن خلال الفترة المقبلة ربما سيتحقق، فهذا هو الذي دعم بالأسعار. لكن مرة أخرى أود التنويه إلى أن المشاكل العديدة التي واجهت الكثير من المستثمرين خلال الأشهر الماضية بل حتى السنوات الماضية هي تعتبر مخاطر مرتفعة جدا. نعم. وبذلك كاقتصادي أود أن أشير إلى أن أسواق العملات المشفرة حتى هذه اللحظة أمورها التنظيمية غير مستقرة، ومستقبلها كتنظيم وكحوكمة غير مستقر، مما يبقي على المخاطر المرتفعة جدا. نعم، يعني ما نقوله أنها مخاطرة عالية إذن أرباح عالية.
لكن العملات الرقمية، العقارات، الأسهم، من بين الاستثمارات يعني التي برزت بقوة أستاذ سركيس خلال العام الماضي، هل تتوقع استمرار تربعها على قمة أولويات المستثمرين خلال هذا العام أيضا؟ كما تفضلت بالضبط، أعتقد بأن ليس فقط المستثمرين السابقين، بل أعتقد بأن عام 2022 هو عام الاستثمار، حيث أرى العديد من المواطنين، العديد من الشخصيات الذين لم يكن لهم سابقا علاقة بالاستثمارات بدأوا فعليا في التفكير في دخول الاستثمارات، والكلمة المحورية بهذا الصدد هو التضخم. فبدأنا نلاحظ ارتفاعات كبيرة جدا في التضخم عالميا ما بعد أزمة جائحة كورونا وتوجه الحكومات الدول العظمى وغيرها والبنوك المركزية لتحفيزات اقتصادية هائلة قياسية لم نشهد مثلها عبر التاريخ، مما تسبب ارتفاعات كبيرة في التضخم خلال 2021. وبالتالي الاستثمار الآن وتنويع الاستثمار هو الحل الوحيد لحفظ الثروات، هو الحل الوحيد لمنع انخفاض القدرة الشرائية للنقد. انخفاض القدرة الشرائية للنقد يعني بأن ما نشتريه اليوم بدولار قد يحتاج لنا أكثر من دولار ونصف بعد عام أو عامين. هذا يعني بأننا بحاجة لتدعيم الدخل، لحماية المدخرات، لحماية الممتلكات. وبالتالي طالما وجد التضخم فهنالك احتمالية أن نشهد المزيد من الجودة في الاستثمار، إن كان في العقار، إن كان في أسواق الأسهم وغيرها أيضا من الاستثمارات الأخرى. نعم، برأيك يا أستاذ نزار، يعني هل نحن نعيش في وسط ما يوصف إذا صح التعبير بفقاعة أسواق الأسهم عقب كل المكاسب الكبيرة التي تحققت العام الماضي؟ هل هذا صحيح وهل هي فقاعة؟ هذا المصطلح سمعناه كثيرا، فكما تعلم حضرتك منذ أن بدأنا نشهد ارتفاعات أسواق الأسهم حتى بال 2018 كنا نسمع عن مصطلح الفقاعة، أسواق الأسهم في فقاعة، أسواق الأسهم ما يسمى بتسعيرها زائد عن الحد أو أوفر فاليود، لكن شهدنا استمرارية في ارتفاع أسواق الأسهم. نعم. الآن عندما ننظر إلى توقعات التضخم، فتوقعات التضخم ما تزال إيجابية في أغلب الدول في العالم، وبالتالي طالما التضخم توقعاته إيجابية فهذا يعني اقتصاد مستمر في التعافي، حتى لو تباطأ التعافي الاقتصادي لكننا ما زلنا في تعافي اقتصادي، انخفاض بطالة، تحسن شهية المخاطرة، هذا كله قد يكون داعم للارتفاع في أسواق الأسهم إذا تحدثنا الولايات المتحدة، بريطانيا، أوروبا، حتى في الوطن العربي العديد من مؤشرات الأسهم ترتفع بشكل مستمر، وهذا يدل على ارتفاع في شهية المخاطرة. حتى لو بدأت البنوك المركزية ترفع الفائدة، فطالما بقي التضخم متسارع ومرتفع فقد يكون هذا السبب لإجبار العديد من الجهات الاستثمارية للبحث عن أصول لحماية النقد من الانخفاض في القدرة الشرائية، وبالتالي استمرارية ارتفاع مؤشرات الأسهم. لكن هنا أود التنبيه إلى موضوع مهم شهدناه فعليا هذا الأسبوع، التصحيحات الهابطة التي تحصل بين الحين والآخر مع ارتفاعات الأسعار قد تكون أكثر حدة. شهدنا على سبيل المثال انخفاض مؤشر داو جونز من المستويات القياسية أعلى من 36,000 حتى لامس ما دون 35,000 خلال أيام قليلة، وعاد بعدها للارتفاع ل 36,000 نقطة، وهذا ما أيضا حصل في مؤشر ناسداك في أوروبا، مؤشر داكس فوتسي البريطاني، حول العالم كله نشهد هذه التصحيحات أصبحت أكثر عمقا. نعم. هذه حتى هذه اللحظة تسمى تصحيحات وليست انفجار فقاعة كما حصل مع بداية أزمة كورونا أو مثلا في عام 2008. نعم. أستاذ سركيس، طيب بالحديث عن الارتفاعات في الأسعار، دعنا نتحول إلى أسعار الذهب، كيف ترى هذه الأسعار، أسعار الذهب الحالية، وهل تعتقد أنها كسلعة تتسق مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها كافة السلع عالميا؟ عندما أتحدث عن الذهب يجب أن أوضح بعد إذن حضرتك موضوع مهم جدا، وهو الظلم الذي يتعرض له الذهب عندما نتحدث عن علاقته مع التضخم. الكثيرون يتساءلون عن سبب انخفاض سعر الذهب بنحو 3.6% العام الماضي. صحيح. مع ارتفاع معدلات التضخم، حتى أن الكثيرين بدأوا يقولون بأن الذهب لم يعد
الغطاء والتحوط ضد التضخم وارتفاع الأسعار. لكن هنا بنظرة اقتصادية يجب أن أشير إلى أن أسعار الذهب ترتبط مع توقعات التضخم وليس التضخم الحالي. فالارتفاع الكبير الذي حصل عام 2020 بأسعار الذهب كان بفعل توقعات ارتفاع التضخم خلال 2021. والآن البنوك المركزية في العالم تعد بأن تعالج ارتفاع التضخم، بالتالي المستثمرين في بعض الحيرة في هذه اللحظات ما بين وعود البنوك المركزية وتوجههم لتجديد السياسة النقدية، لكن ما بين الحقائق التي تظهر ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا، بريطانيا أعلى من 5%، أمريكا 6.8%، وأتوقع اليوم بعد ساعات قليلة ستصدر بيانات تظهر ارتفاع التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا إلى 7%. إذن على المدى القصير قد يبقى الذهب ضمن نطاقات متذبذبة ضمن هذه الحيرة، لكن بنظرتي مستقبلية متوسطة وطويلة الأمد أعتقد بأن التضخم حتى لو انخفض قليلا سيبقى مرتفع عن أهداف البنوك المركزية، وبالتالي سنشهد على الأرجح ارتفاع في أسعار الذهب إلا إذا فعلا بدأ التضخم بالانخفاض، وهذا ما أستبعده على المدى المتوسط والطويل. نعم سيد سركيس، من وجهة نظرك ما هي أبرز الاستثمارات التي يمكن أن توصف بالآمنة، خاصة إذا ما تحققت توقعات المراقبين بحدوث أزمة مالية عالمية في ظل إمعان الدول في طباعة النقود لدعم الاقتصاد في مواجهة وباء كورونا وبلوغ الديون العالمية، كذلك معدلات التضخم مستويات تاريخية خطيرة؟ فعلا هي مستويات تاريخية خطيرة وارتفاعات كبيرة تنبئ فعليا في أزمة قادمة، لكن لا أتحدث عن عام أو عامين، ربما تمتد أكثر، لكن يجب أن نبدأ الآن. وبالفعل أرى من حولي العديد من المحافظ التحوطية وغيرها من صناديق الاستثمار بدأت بالأخذ بعين الاعتبار للحماية من هذا الموضوع. نعم. هنالك عاملان هما الأساس في هذا الخصوص. أولا التنويع. لماذا التنويع؟ هذا لخفض المخاطرة. حضرتك أشرت إلى أنه الأقل مخاطرة أو دون مخاطرة، لا شيء دون مخاطرة، لكن لخفض المخاطرة أولا التنويع. على سبيل المثال التنويع في أسواق الأسهم، التنويع في حماية تقلبات أسعار الصرف وسط العملات الأجنبية وأسعار الصرف وأيضا الذهب، الفضة، حتى النفط نفسه أصبحت عقوده هي أداة استثمارية جيدة. الكثير من المستثمرين والصناديق توجه للنفط للاستثمار، وهذا التنويع أيضا إن كان التنويع مباشر في العقارات قد يكون هو الأفضل للمراحل القادمة. عدم الاستثمار هو المخاطرة، لأنه عدم الاستثمار يعني تآكل القدرة الشرائية للنقد، وهذا هو المخاطرة الحقيقية بحد ذاتها. في فترتنا في 2022 أعتقد سوف نحس حتى في وطننا العربي بأن الأسعار بدأت بالارتفاع أكثر من ما كانت سابقا بشكل جنوني. فإذا عدم الاستثمار هو المخاطرة، ولخفض المخاطرة عند الاستثمار هنا يجب علينا التنويع. وأعتقد بأننا سنشهد ارتفاع في أسعار العديد من الأصول الاستثمارية أو حتى إن كانت العقارية، المنشآت وغيرها من هذه الأمور الممكنة. نعم. نعم نعم. الخبير الاقتصادي سركيس نزار كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وبهذا إذا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم، ملتقانا يتجدد بكم غدا إن شاء الله، نترككم بحفظه ورعايته.